مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في اتجاهات الصحافة، ونطالع في حلقة اليوم: المسار السلمي والتنازلات المطلوبة لحل الأزمة، جدل حيال الخطة الأوروبية في المتوسط، كلفة الصراع وتداعياته على الواقع المعيشي. نناقش هذه المواضيع وغيرها مع ضيفنا في الاستديو الكاتب الصحفي رشيد خشانة. سيد رشيد، رحب بك مجددا معنا في اتجاهات الصحافة اليوم. أهلا وسهلا. يمثل تأييد المجموعات المسلحة المشاركة في القتال من التحديات المطروحة على مساعي المبعوث الأممي للتوصل إلى حل للأزمة وإنهاء حالة الاقتتال بين الفرقاء. وقد ذهب البعض إلى أن أي اتفاق قد يتمخض عن تلك المساعي لن يكون له أي معنى بعيدا عن تأييد شتى الأطراف، وأن الخلاف حول بعض النقاط من شأنه أن يقوض كل اتفاق. في الأثناء، يرى بعض المتابعين للشان الليبي أن تقديم تنازلات من قبل الأطراف المتنازعة يمثل خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق، خاصة بالنظر إلى الخطر المشترك الذي يواجهه طرفا النزاع والمتمثل في امتداد الجماعات المصنفة إرهابيا. تطرق الصحفي الإسباني فرانسيسكو بريغل في مقال على صحيفة الإسبانية البياس إلى زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون لمدينة مصراتة واجتماعه مع قادة الكتائب المسلحة هناك، وأفاد بأن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي المبعوث الأممي للتوصل إلى حل للأزمة وإنهاء حالة الاقتتال بين الفرقاء، وأشار إلى أن أي اتفاق بين الحكومتين المتنافستين لن يكون له معنى ما لم يحظى بتأييد المجموعات المسلحة المشاركة في القتال، لذلك يقوم ليون بالاتصال بهذه المجموعات. وأشار الصحفي الإسباني فرانسيسكو بريغل إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم من تونس إلى مصراتة في زيارة اعتبرت محفوفة بالمخاطر، فالمدينة باتت مستهدفة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، ودبلوماسي الإسباني مهدد أيضا من قبل التنظيم الإرهابي. ولفت كاتب المقال إلى أن الحاضرين من القادة والثوار طرحوا أسئلة تشغل: من سيرأس حكومة الوحدة الوطنية؟ وكيف سيتم تشكيل الجيش الجديد؟ وكيف ستتم محاربة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية؟ وكيف ستتم مكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية؟ وهل سيكون هناك دعم من قبل المجتمع الدولي في هذا المجال؟ ذكر موقع صحيفة الجزائر اليومية في تقرير بعنوان حكومة طبرق في ليبيا تطلب 1000 مدرعة عسكرية من الجزائر، أن مصادر ليبية كشفت أن الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق طلبت منذ أيام من الجزائر شراء سيارات عسكرية مصفحة لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد، فيما اشترطت الجزائر في المقابل إقرار اتفاق سلام يجمع كل الأطراف. وعن مدى استعداد الأطراف الليبية اليوم وخاصة حكومة طبرق لتقديم تنازلات سياسية في ظل التهديدات الأمنية، يرى ميزاب أنه إذا كان الليبيون واعين بحجم الخطر الذي يتهددهم فهم ملزمون بتقديم تنازلات، لكن يرى أن الإشكال في من يغذي الأزمة، وعن إمكانية استعمال الجزائر ورقة تسليح السلطة في ليبيا للضغط على الأطراف من أجل تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها. أشار ميزاب إلى أن هذا الشرط يدركه الليبيون جيداً، حيث أنه لا دعم ولا تسليح دون اتفاق وحكومة وحدة. وعن مدى خضوع الأطراف لشروط الجزائر يقول ميزاب إنه كلما اشتد الخناق داخلياً وكلما جفت منابع تسليح الجيش الليبي كلما زادت فرص الخضوع. ترحيب ضيفنا الكريم هنا في الاستديو الكاتب الصحفي رشيد خشانة. سيد رشيد، الصحفي الإسباني فرانسيسكو على في مقال على الصحيفة الإسبانية إل بي تطرق إلى اجتماع المبعوث الأممي برناردينو ليون مع قادة الكتائب المسلحة في مصراتة، يعني بداية كيف تقرأ هذه الخطوة من وجهة نظرك؟ أولا، صحيفة البايس صحيفة إسبانية، والموفد الأممي ليون إسباني، فيمكن أن نتوقع شيء من الممالأة فيما سيكتبه عن هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن ما جاء في المقال يعني كان موضوعيا، لأنه من الطبيعي أن الموفد الأممي يتصل بجميع الأطراف بدون استثناء، لأنه إذا أقصى طرفا سيصبح ربما حجر عثرة في المستقبل أمام مهمته. ولذلك الاتصال بمصراتة باعتبارها ثالث مدينة ليبية، وباعتبارها أيضا تضم عددا كبيرا من الميليشيات ومن التنظيمات والثوار وغيره،
أمر ضروري لكي يفتح الطريق لأي اتفاق قد يكون الآن بصدد الأعداد من خلال الاتصالات الجارية. فأعتقد أن الزيارة طبيعية وهذا دور الموفد الأممي. طيب هل من السهل إقناع الأجنحة العسكرية بما توصل إليه الحوار من قبل طبعا الأطراف السياسية الممثلة لهذه الأجنحة؟ وهذا الإقناع شرط ضروري لنجاح أي تسوية سياسية للأزمة الليبية. لماذا؟ لأن الاتفاق الذي يتم بين السياسيين أو بين الفرقاء من خلال مجلسين لا تستطيع أن تنفذ في الواقع إذا كان هناك قوة تتصدى لها بالسلاح. هذه القوى مسلحة، هي أقوى على الأرض وعلى الميدان من السياسيين ومن الأحزاب، وبالتالي لابد من التفاهم معها وإقناعها بأسس ومرتكزات أي اتفاق مستقبلي لحل الأزمة في ليبيا. هنا صحيفة الجزائر تعنون أن حكومة طبرق المنبثقة عن مجلس النواب تطلب من الجزائر ما يقارب عن 1000 مدرعة عسكرية دعما لها في مواجهة التحديات الأمنية. بداية أنت كصحفي سيد رشيد، ما مدى دقة هذه المعلومة؟ أنا أعتقد أن هذه المعلومات ليست دقيقة جدا، لأن الجزائر أبرمت في الفترة الأخيرة عدة صفقات مع موسكو لتلقي أسلحة، إذن هي بحاجة إلى السلاح، ولذلك لا يمكن أن تستغني عن 1000 مدرعة تحتاجها في حربها القائمة إلى اليوم وإن كانت في نهايتها مع الجماعات الإرهابية داخل الجزائر. هناك يوميا تقريبا عمليات ملاحقة واشتباكات مع هؤلاء، وبالتالي فالجزائر بحاجة إلى هذه القوة ولا تستطيع أن تستغني عنها وتعطيها إلى ليبيا. مع ذلك أعتقد أن الجزائر ربما حتى لو كانت متوفرة لديها هذه المدرعات وتستطيع أن تستغني عنها إلى حد ما، فإن موقفها العام هو موقف يشترط الوصول إلى توافق ليبي، إلى حل سياسي من أجل أن تتدخل في المسرح الليبي، وإلا فإنها ستبقى على الحياد. هذا هو موقفها في ليبيا، وهو موقفها أيضا في مالي، رغم أنها تؤثر على بعض الأطراف ولكنها تريد أن تكون فوق كل الصراعات ولا تريد أن تكون منحازة لطرف على حساب آخر، ولذلك لم تستجب في تقديري لهذا الطلب من حكومة طبرق. طيب هل يمكن أن تأتي أو يأتي هذا الطلب ضمن هنا أقصد غير طلب رسمي أم كطريقة جس نبض من قبل حكومة طبرق إلى الحكومة الجزائرية، يعني عن طريق وساطة أو عن طريق فقط يعني أشياء غير رسمية؟ يعني هذا وارد من خلال قنوات غير رسمية، استمزاج يسمى استمزاج الرأي الجزائري، هل هو سيوافق عندما يقدم له رسميا أم لا، يعني هذا وارد. ولكن توزيع الخبر بهذا الشكل وكأن الحكومة طلبت رسميا، أنا لا أعرف ما هي المصادر التي استند عليها كاتب الخبر، ولكن أعتقد أن يمكن تشكيك فيه لأنه مقوماته غير متوفرة. وبهذا تبقى معي سيد رشيد خشنة في المحور الثاني، وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام. بإعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لانطلاق مهماته ضد مهربي البشر، بدأت التساؤلات حيال هذه المهمة وعن مدى نجاعتها وقدرتها على تحديد قوارب المهاجرين والجهات المتشابكة المورطة في الاتجار بالبشر. وتزامنا مع ذلك ظهر جدل في الأوساط الغربية حيال سبل مواجهة الظاهرة وأساليب الحد منها وإمكانية إيواء المهاجرين على أراضيها. ذكرت الصحفية الإيطالية ليتزيا باسكالي في مقال نشر على الصحيفة الإيطالية أونيوز أن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لانطلاق مهمته ضد مهربي البشر، وأكدت أنه سيتم خلال المهمة استخدام مروحيات وطائرات دون طيار وسفن عسكرية وغواصات، وستكون حاملة الطائرات كافور الإيطالية مركز قيادة متنقلا ومستشفى في عرض البحر. وأفادت الصحفية بأن أوروبا تتطلع للحد من تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين بمحاربة مهربي البشر الذين استفادوا من حالة الفوضى لتعزيز أنشطتهم، ما يفسر تفاقم أعداد المهاجرين وما رافق عبورهم من مآسي غرق المئات. ولفتت كاتبة المقال إلى أن ما سيتم البدء فيه ليس سوى المرحلة الأولى من خطة شاملة تتضمن عمليات داخل المياه الإقليمية الليبية، ما يتطلب تفويضا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشمل المرحلة الأولى عمليات استخباراتية ليتم بعد ذلك ملاحقة وتدمير شبكات المهربين في المتوسط. وقال مصدر أوروبي: نعرف الكثير
ولكن ليس بما فيه الكفاية. نحن بحاجة لمعرفة المزيد من المعلومات الدقيقة. وأوضح: نحن نريد أن نعرف متى وكيف ومن أين تأتي الأموال وأين تذهب، فضلاً عن هوية الأشخاص العاملين في هذا المجال. أشارت الإعلامية التونسية وفاء عرفاوي في تقرير نشر على موقع اليومية التونسية المستقلة المغرب إلى أن تفاقم أزمة المهاجرين غير الشرعيين الحالمين بدخول التراب الأوروبي أظهر اختلافاً عميقاً بين الدول الغربية حول سبل مواجهة الظاهرة وأساليب الحد منها وإمكانية إيواء المهاجرين على أراضيها. وبينت أن الخلاف ظهر جلياً بين إيطاليا وفرنسا مؤخراً نتيجة تباين الآراء. وأشارت الصحفية إلى نقطة ثانية زادت من تعقيد المشهد، وهي رفض باريس الإجراءات التي أقرتها المفوضية الأوروبية حول التوزيع المتكافئ للمهاجرين بين مختلف الدول الأوروبية. سيد رشيد، الصحف الإيطالية بدأت تتحدث عن قرب انطلاق المهمة العسكرية الأوروبية ضد مهربي البشر، وذلك في غضون أيام، ومدى استعداد أيضا أوروبا وحشدها للمعدات العسكرية. في رأيك، هل أوروبا مدركة تماما لهذا القرار؟ أعتقد أن هذا القرار هو قرار حرب بكل معنى الكلمة. عندما نستعرض القوات المجهزة لهذه الحرب، 5 سفن حربية، غواصتين، 3 طائرات للدوريات البحرية، 3 مروحيات، يعني هذا جيش يستعد للدخول في معركة كبيرة في المتوسط. وأعتقد أن مثل هذا القرار يتطلب كثير من المسؤولية والنضج، لأنه لا نعرف من هو العدو، من ستقاتل كل هذه القوات. هل ستقاتل مراكب أو السفن التي تنقل مهاجرين غير نظاميين في البحر، أم ستضرب السفن الفارغة الراسية في الموانئ الليبية؟ ليس واضحا من هو العدو، وليس واضحا كيف ستدار هذه المعركة. وبالتالي نخشى أن تتورط أوروبا في وحل هذا الصراع بدون أن تعرف الخروج منه، وأن تدفع فيه كثير من البشر يدفع حياتهم بدون يعني سبهللة، بدون أي مقابل. طيب، ما هي التبعات التي من الممكن أن تأتي بعد اتخاذ هذا القرار والبدء فيه فعليا؟ أنا أعتقد قبل الاندفاع إلى هذا الخيار، كان الأحرى بالدول الأوروبية أن تبحث عن حل صحيح لموضوع الهجرة غير النظامية. هناك طريقة بدأ تنفيذها في العشرية الماضية ولكن تم التخلي عنها، هي اختيار المهاجرين الذين تحتاج إليهم الدول الأوروبية، والقيام بتدريبات لهم وإعدادهم حتى على المستوى اللغوي لكي يندمجوا في المجتمع. يعني هذا أمر تحتاج إليه أوروبا، تحتاج إليه في اقتصادها اليوم، ولكنها تأبى وتكابر ولا تريد أن تعترف بهذا الواقع. الأمر الثاني هو الاتفاق بين الدول الأوروبية المختلفة فيما بعضها الآن حول حصة كل بلد من هذه الهجرة. نعلم أن الآن هناك خصومة إيطالية فرنسية، لأن فرنسا لا تريد أن تأخذ حصتها، تريد من إيطاليا أن تأخذ حصة البقية. فيعني هذه الأمور في عدة نقاط إذا تم ترتيبها يمكن. قبل أن نذهب إلى الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول المهاجرين، لكن المهمة الأوروبية ستشمل في مرحلتها الأولى عمليات استخباراتية تحدد أين هم مسؤولين التجار بالبشر أو الذين يهربون البشر، ليتم بعد ذلك ملاحقتهم وتدمير شبكاتهم. يعني ما رأيك في هذه الخطوة كمرحلة أولى من ثم الانطلاق للعملية العسكرية؟ هي خطوة غير مفهومة وغير مبررة، لأن هذه المعلومات الاستخباراتية موجودة عند الأمن في ليبيا وفي تونس وفي سواحل البلدان التي تنطلق منها هذه الموجات الهجرة. في المغرب يعرفون كم هناك من شخص يستعد الآن للسفر إلى أوروبا خلصة. نفس الشيء لدى القوات البحرية التونسية أو الليبية. إذن المشكل ليس معلومات واستخبارات، المشكل كيف ستتعامل مع هذا الواقع، مع هذه الظاهرة، كيف ستعالجها. هل ستعالجها معالجة سطحية كما هو يتم الآن، معالجة أمنية بحتة؟ والمعالجات الأمنية كانت دائما معالجات فاشلة. أم ستجد حلولا سياسية واجتماعية للتفاهم مع البلدان المصدرة لهذه الهجرة في إفريقيا أولا، ثم البلدان العبور وهي بلدان المغرب العربي. هذه الخطة، هذا التصور غير موجود لدى الأوروبيين للأسف إلى حد اليوم. طيب سيد رشيد، يعني هل تعتقد أن الجدل الغربي حول سبل مواجهة الظاهرة وأساليب الحد منها وإمكانية إيواء المهاجرين داخل أراضيهم يعني قد يقف عائقا أمام تنفيذ هذه الخطة؟ بالتأكيد الخلافات الأوروبية تجعل حتى هذه الخطة غير متكاملة الملامح،
هي نفسها خطة يعني غير قابلة للتنفيذ إذا كانت هناك دول أوروبية مصرة على أن ترفض حصتها من هؤلاء المهاجرين، وبالتالي تبقي عليهم في إيطاليا وتبقي عليهم في بلدان أخرى، فهذا سيعقد الأمر ويؤدي إلى تعفن هذا الملف أكثر فأكثر. يعني هل ترى أنه من الممكن أن يؤجل هذا القرار أم يلغى تماما؟ لا أعتقد أنه سيلغى، لأن أوروبا اندفعت بعده في هذا الاتجاه، وهي على أهبة الاستعداد للبدء في هذه العملية العسكرية. ولكن كما قلت لا نعرف لمن ستتجه هذه العملية، من ستستهدف، من هو العدو. طيب في شق آخر، هل من الممكن أخذ أساليب الدقة ورصد من هم المهربين، من ثم التعامل أيضا مع الحكومة الليبية والحكومة التونسية حتى يكون تبعات هذا القرار كخطورة أو استهداف أشخاص أبرياء أقل؟ طبعا هو هؤلاء المهربون معروفون، وهناك شبكات تقوم بابتزاز الأموال يوميا من المهاجرين قبل أن يسفروهم على هذه المراكب المتهالكة التي في أكثر الأوقات يعني تتوقف بهم في البحر. الشبكات معروفة والمهربون معروفون، يبقى أنه يجب إعطاء الوسائل التقنية والوسائل الاستخباراتية للأجهزة الأمنية في بلدان المغرب العربي لكي تقوم بمحاربة هؤلاء وبتنظيف السواحل المغاربية منهم. طيب الإصرار على تنفيذ هذه الخطة التي تعد عسكرية، ترى أن هنالك من يستفيد من ورائها إذ تم تفعيلها وتطبيقها فعليا؟ بصراحة لا أرى أي طرف ممكن يستفيد منها، هي خسارة بالنسبة للأوروبيين بالدرجة الأولى، لأنها تدخلهم في معركة مكلفة بدون تحقيق أهداف. نعم. وثانيا هي لن تؤدي إلى تحقيق هدف معروف ويمكن احتسابه لكي نقول كنا في هذه النقطة وأصبحنا في نقطة أخرى، هذا غير وارد في تقديري في الأوضاع الراهنة وبالتصور الذي وضع لهذه العملية العسكرية. وبهذا تبقى معي السيد رشيد وأنتم مشاهدينا الكرام في المحور الثالث. مفاتيح الصراع الدائر بالبلاد يلقي بظلاله على الواقع الاقتصادي والمعيشي في ليبيا، ومع تفاقم الأزمة يتواصل تراجع المؤشرات الاقتصادية لتتصدر ليبيا وفقا لآخر التقارير قائمة أقل دول العالم سلاما، وما انعكس سلبا على الواقع المعيشي للشعب الليبي الذي صار يعاني من سياسات التقشف المتتالية. ألقت صحيفة الخليج في تقرير ضوء على التقرير السنوي لمعهد الاقتصاد والسلام الأمريكي الذي صنف ليبيا في المرتبة 149 من بين 162 دولة ضمن مؤشر السلام العالمي حول حالة السلام والأمن في دول العالم. وأوضح تقرير المعهد الأمريكي أن تكلفة الحرب في ليبيا بلغت أكثر من 14.67 مليار دولار، تعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وكشف التقرير عن تراجع مركز ليبيا 16 نقطة في قائمة أقل دول العالم سلاما، وهي أكثر دولة عربية تشهد تراجع مركزها في القائمة. وأشار إلى تعثر عملية الانتقال السياسي التي أعقبت ثورة 17 من فبراير 2011 بسبب ما وصفها الحرب الأهلية. وتطرق التقرير إلى أوضاع النازحين واللاجئين الليبيين، وذكر أن عدد النازحين واللاجئين ارتفع إلى 7.3% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2014. ذكر الصحفي الليبي أحمد الخميسي في مقال على صحيفة العربية الجديد أن إقبال الليبيين على أسواق السلع خلال شهر رمضان لم يعد كما كان قبل 4 أعوام، وأوضح أن قرابة 6 ملايين شخص في ليبيا دخلوا نفقاً مظلماً فتدنت مداخلهم وتعرضوا لإجراءات تقشفية غير معهودة بفعل الصراع الدائر عقب اندلاع الثورة. وذكر تجار للعربية الجديد أن الأسعار ارتفعت حوالي 20% مطلع شهر رمضان المبارك، لكنها قد تتراجع قليلا في الأسبوع الماضي من الشهر الفضيل بسبب تراجع الإقبال. ويرى مراقبون أن ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بفعل إجراءات التقشف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي وتأخر رواتب العاملين في القطاع الحكومي يحد من الإقبال على السلع.
ويساهم في عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيها. وذكر الخميس أن موظفي الحكومة البالغ عددهم 1,300,000 موظف لم يتقاضوا رواتبهم عن شهري أبريل ومايو الماضيين، وقد اختفت السلع الأساسية المدعومة حكوميا من الجمعيات الاستهلاكية منذ مطلع رمضان الجاري، فقد استبدلها المؤتمر الوطني العام بدعم نقدي منذ مايو الماضي. أنت قد سمعت سيد رشيد على تقرير المعهد الاقتصاد والسلام الأمريكي الذي صنف ليبيا في المرتبة 149 من ضمن 162 دولة، يعني وهذا دلالة على مؤشر السلام العالمي. على ما يدل ذلك من وجهة نظرك كصحفي؟ يدل على المستوى الذي وصلت إليه الأزمة الاقتصادية في ليبيا، لأننا نسمع كثيرا عن الأزمة الأمنية وعن العمليات التي ترتكب كل يوم، ولكن لا ندري بواقع الاقتصاد الليبي. في الحقيقة الاقتصاد الليبي يخضع إلى إشراف مصرف ليبيا المركزي، وأعتقد أن إجراءات التقشف التي اتخذها هذا البنك المركزي أو هذه المؤسسة النقدية الوطنية يرجع إلى ثلاث أسباب. السبب الأول هو يعني اتخذ هذه الإجراءات مضطرا لأن الواقع تغير في ليبيا. أولا تراجع إيرادات النفط بشكل كبير يجعل أنه المداخيل لم تعد كما كانت في الماضي. نعم. ثانيا أن الدولة في ليبيا منذ أيام القذافي يعني هي الأم الحنون لكل الشعب، يعني هي التي تمول الناس، وكل الناس موظفين عند الدولة. حوالي 22% من السكان الليبيين تقريبا، يعني 1,400,000 تقريبا أو 1,300,000 يعيشون من مخصصات أو من رواتب من يتقاضونها من الدولة. وهذا عبء كبير. الشيء الثالث أن القطاعات الاقتصادية في ليبيا تراجعت بسبب الوضع الأمني، من ذلك أن القطاع الخاص مثلا الليبي لم تتبقى فيه إلا 8 مؤسسات فقط تعمل اليوم. فكل هذا جعل الوضع الاقتصادي لا يسمح باستمرار السيولة والسهولة التي كانت موجودة في الفترة الماضية، مما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. طيب، معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي رصد أيضا أن تكلفة الحرب الدائرة في ليبيا قد بلغت أكثر من 14 مليار دولار. هل يعد ذلك مؤشرا خطيرا على الاقتصاد الليبي؟ بالتأكيد، يعني إذا كان جزء كبير من دخل البلاد يذهب في معارك وفي سلاح يعني تنتهي فاعليته بسرعة، فهذا يدل على أن جزء هام من الثروة الوطنية ومن الناتج الوطني يذهب إلى غير المكان الذي يستفيد منه الليبيين، بالعكس هو يسبب جرحى وقتلى واضطراب الأمن وتوقف الإنتاج إلى آخره. وبالتالي فهذا يعني أعتقد أنه ناقوس خطر آخر يدق أمام القيادات الليبية أيا كانت، قيادات سياسية، عسكرية، أمنية، ثقافية، دينية، غيرها. كلها يجب أن تنطلق من هذا الواقع لكي تدق ناقوس الخطر وتسعى إلى وضع حد لهذه الأزمة التي يعاني منها الكيان الليبي ككل. طيب سيد رشيد، هل من الطبيعي حدوث ذلك وصرف مثل هذه المبالغ في دول حدثت فيها حروب من قبل؟ هو نظرا لكثرة السلاح، حوالي 50 مليون قطعة سلاح في ليبيا، وكثرة الميليشيات، يعني هذا شيء طبيعي يؤدي إلى مصاريف ونفقات أكبر. وبالتالي يعني نوعية الحرب تقتضي هذا، خاصة إذا كان البلد بلد لديه خيرات وثروات، فتستخدم للأسف هذه الثروات في الإنفاق على التسلح، وهذا أعتقد وضع غير طبيعي. سينتهي بإذن الله عندما يتوصل الفرقاء الليبيون إلى حل وإلى تسوية تعيد إلى البلاد عافيتها. طيب، الحديث عن الإجراءات التقشفية التي أنت أشرت إليها، وأيضا الصحفي أحمد الخميسي على صحيفة العربي الجديد أشار إليها، يعني بدأ الليبيون يعني يتخذون منحى آخر وهو الإجراءات التقشفية، ودخلوا إلى تدنت أيضا مداخيلهم، وهي أشياء لم يحتادوا عليها في السابق. برأيك ما هي البدائل التي من الممكن أن تتخذ تجنبا لاتخاذ هكذا إجراءات برأيك؟ أعتقد أن البدائل صعبة كما قلت قبل قليل، يعني هذه إجراءات اضطرارية، وبالتالي ليس هناك بديل آخر غير أنه ما يسمى بتضخم الأسعار هو ظاهرة أصبحت ملازمة للاقتصاد الليبي للأسباب التي ذكرناها قبل قليل، الأسباب الاقتصادية. نعم. وبالتالي فيجب أن نتوقع مزيدا من ارتفاع الأسعار بسبب أولا تراجع الإنتاج المحلي الليبي وتراجع العملة التي تأتي من النفط لكي نستورد المواد الغذائية من الخارج.
بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن التهريب أيضا له دور كبير في تدهور الواقع المعيشي في ليبيا، لأن شبكات التهريب تضر بالاقتصادين. تهريب البشر تقصد؟ لا لا لا، تهريب السلع. نعم. المدعومة سواء من تونس نحو ليبيا أو العكس من ليبيا خاصة نحو تونس وغيرها من البلدان الجوار، هذا أيضا يؤدي إلى الفت من عضد الاقتصاد وإضعافه وتوهينه بشكل يجعله غير قادر على استمرار في دعم الأسعار مثلا ومساعدة المواطنين على أن يحافظوا على مقدرتهم الشرائية. وبهذا وصلت فكرتك سيد رشيد، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا الكاتب الصحفي رشيد دخشان. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. طبعا هذا البرنامج هو من إنتاج البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام كما عودناكم. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا غالية أبو زعكوك، في أمان الله. شكراً.